تفسير حلم رؤية الشامة في المنام. الشامة هي علامة بالوجه أو الجسد في جسد الإنسان، قد تكون موجودة عند الولادة وقد توجد بعد الكبر عند الإنسان. رؤية الشامة لها العديد من التفسيرات، نعرضها من خلال هذا الفيديو. ترمز رؤية الشامة في الحلم إلى الأخلاق الجيدة والصفات الحميدة للإنسان. من حلم بالشامة في منامه ورأى أن أحد الأشخاص يخبره أنه دليل على أعماله الصالحة، فهي دليل بالفعل على أن الرائي من الشخصيات الصالحة التي تقوم بفعل أعمال الخير دائما. تفسير حلم الحسنة على شكل شامة. ترمز رؤية الحسنة على شكل شامة في المنام على أن الرائي تزداد ثقته بنفسه في الفترة المقبلة من حياته. وتدل رؤية الحسنة على شكل شامة على أن الرائي سوف ينال خيرا كثيرا أو زواجا للأعزب أو نيل وظيفة كبيرة. أما رؤية ظهور الشامة واختفائها في المنام في الكف أو الوجه فهو دليل على وجود خلافات ومشاكل في حياة الرائي، وترمز رؤية الحسنة في المنام على سماع أنباء سارة في القريب العاجل. تفسير حلم رؤية الشامة في الوجه. من رأى في منامه ظهور شامة على وجهه كان ذلك إشارة إلى تحلي الرائي بالشجاعة والأخلاق الحميدة وصفاء القلب. من الشامة رأى أنه ظهرت شامة على كفه في المنام فهو إشارة إلى كرم الرائي وسخائه. ومن رأى في منامه ظهور شامة في قدمه فهو دليل على أن الرائي يتصف بالسعي الكبير والاجتهاد لتحقيق أهدافه وطموحاته. تفسير رؤية الشامة في المنام للعزباء. رؤية الشامة في الوجه للفتاة العزباء تدل على أنها سوف تتزوج من شخص يتصف بالأخلاق الحسنة والخصال الحميدة، وستكون حياتها معه سعيدة وفيه هناء وراحة بال. أما المتزوجة فإن رأت ظهور الشامة في وجهها أو كفها في المنام فهو دليل على أنها ستحمل بطفل وسيكون ذرية صالحة لها في الحياة. تفسير حلم الشامة في المنام للمرأة الحامل. في رؤية المرأة الحامل في المنام ظهرت لها شامة في الوجه أو الكتف أو الكف عفوا، فهو دليل على اقتراب موعد ولادتها وستكون ولادتها يسيرة بأمر الله. كما ترمز رؤية الشامة في منام المرأة الحامل على تمتعها بصحة سليمة هي ومولودها. في تفسير ابن سيرين، على العموم في حلم الشامة في المنام أن رؤيتها على أنه أمر فريد يتميز به الرائي عن الآخرين من حوله، وقد ترمز إلى تمتع الرائي بميزة أو اتصافه بصفة يختص بها لوحده. ربما تدل رؤية الشامة في المنام على هم أصاب الرائي أو مروره بضائقة مالية في حياته. من رأى الشامة على وجهه في المنام دلت على توافر الخصال الحميدة واتصاف الرائي بصفات حسنة وسط من حوله. رؤية الشامة على اليد في المنام تدل على حصول الرائي على رزق كبير وخير كثير. من رأى على ركبته الشامة فهو رمز إلى رغبة الرائي في تغير حياته.